النهارده الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي في مؤتمر دولي خاص بالمدن الذكيه، وحضور عدد كبير من كبار المسؤولين وسياده الفريق الكامل، وزير النقل ودكتور محمود المتين رئيس جامعه عين شمس، عدد طبعا من كبار رجال الدوله من قيادات القوات المسلحه من كبار المدعوين والضيوف المشاركين في هذا المؤتمر الخاص بالمدن الذكية. نتابع هذا التقرير وأيضا تصريحات للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي. قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بافتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للمدن الذكية ICSC 2023، والذي تنظمه كلية الهندسة بجامعة عين شمس، حيث يقام الحدث تحت عنوان المدن الذكية رؤية مستقبلية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعدد من رؤساء الجامعات والخبراء والباحثين. أنا سعيد جدا بوجودي النهاردة في المؤتمر الدولي للمدن الذكية بالتعاون ما بين جامعة عين شمس وبين الهيئة الهندسية. الموضوع المدن الذكية الحقيقه اللي خلينا نقول ان وزاره التعليم العالي من اهم الملفات اللي هي موجوده في التعليم هو تدعيم ودعم رؤيه المدن الذكيه في مصر. نحن نعلم ان هناك العديد من المدن الذكيه، الجيل الجديد الجيل الرابع من المدن الذكيه اساسيه من المدن في مصر اساسيه هو المدن الذكيه. بدايتها هو المدينة اللي احنا فيها النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة، اللي هو الحقيقة مثال طيب على تطبيق مفاهيم المدن الذكية في العمران المصري الجديد من خلال هذه المدن. دور التعليم العالي والجامعات والمراكز البحثية في دعم هذه المدن من خلال البرامج التعليمية اللي احنا أولا بنقدمها لأولادنا الطلاب والمشروعات البحثية اللي بتتم من خلال مداخل حديثة لربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع وخطط التنمية في الدولة. من هذه الحقيقة المشروعات اللي احنا بنشتغل عليها بقوة في التعليم العالي دلوقتي والبرامج اللي هو البرامج والمشروعات البحثية البينية ما بين التخصصات المختلفة. المدينة الذكية مش بتطلع بتخصص واحد، بتطلع من خلال تكاتف العديد من التخصصات، كل منها بيدلو بدلو في تكامل واضح وصولا إلى مفهوم كامل من المدن الذكية اللي احنا بنشوفها النهاردة. فكل التحية للمؤتمر وجامعة عين شمس والهيئة الهندسية وطبعا لهندسة عين شمس اللي هي الحقيقة باذلة دور كبير النهاردة لدعم المؤتمر علميا وعمليا من خلال المعرض كمان اللي احنا شفناه النهارده. موضوع المدن الذكيه وارتباطه بالتنميه المستدامه، لان التنميه المستدامه الحقيقه هي المظله اللي تحتها بنتكلم في كل حاجه، سواء كان تحول رقمي، مدن ذكيه، كل ما يخدم التنميه المستدامه، وحتى ما يخدم قضيه التغير المناخي بنتكلم دايما في اطار واحد من معاه. النهارده زي ما سمعنا في كلمات في الترحيب في البدايه ثم في كلمه الدكتور محمود محي الدين اللي تعرض ليها لموضوع المدن الذكيه من زوايا عديده الحقيقه، زوايا ان ازاي المدن الذكيه ممكن يكون ليها او اكيد ان ليها تاثير على العمل البشري والاستثمار في العمل البشري، وبالتالي لان كل التنميه اذا ما كانتش في الاخر هتصب في رفاهيه المواطن ورفاهيه البشر يبقى ما لهاش قيمه. اتعرض لموضوع ثاني وهو المركزيه ولا مركزيه في التنميه، تعرض لموضوع مهم جدا وهو المدن الذكيه هي بس المدن الجديده اللي احنا فخورين بيها جدا، والنهارده احنا في اهم مثال ان هذا المؤتمر الهام بينعقد في العاصمه الاداريه الجديده وهي اهم وفي الطليعه ومقدمه المدن الذكيه في مصر والمنطقه، وان شاء الله نحتفل قريبا بافتتاحها كامله. والحقيقه الواحد لما بيبص على المعدلات العمل فيها بيصاب بالذهول على السرعه ودقه الانجاز مع سرعه، لكن هل هو بس كده ولا كمان نتكلم على المدن القديمه، القاهره القديمه واسكندريه وكل مدنها القديمه التي يجب ان تكون ايضا ذكيه دون التاثير على هويتها وعلى طابعها وعلى شكلها الجمالي العريق، وده اللي بنشوفه في العالم الغربي. ما قبل 2014 يعني ما اعتقدش ان في وجه مقارنه لما هو موجود الان، سواء على مستوى المدن بصفه عامه زي ما احنا شايفين عدد كبير جدا من المدن الذكيه،
او على مستوى التعليم قبل الجامعي او التعليم الجامعي. لو بصينا للتعليم الجامعي على سبيل المثال، شوف عدد الجامعات اللي كان موجود قبل 2014 وعدد الجامعات اللي موجود دلوقتي، سواء كان جامعات حكومية او اهلية او خاصة، عدد تقريبا مضروب في 3 او يمكن 4 بالنسبة للجامعات. ايضا مستوى التعليم نفسه بيتحرك الى الامام، صحيح احنا ما زال قدامنا كتير، لكن برضو احنا بنتحرك الى الامام بشكل فعلا وبخطة ثابتة. يعني في مجال التعليم قبل الجامعي ايضا احنا عندنا برضو شغل اتعمل وما زال برضو بيتكمل لغاية دلوقتي، سواء اللي احنا بدأناه سنة 2015 ل 2017 او اللي الزملاء بيكملوا في وزارة التربية والتعليم حاليا. مناقشات جادة ومتميزة لتبادل الخبرات والرؤى المختلفة فيما يخص المدن الذكية وكيفية الاستفادة منها مستقبلا. سيف محمود لبرنامج على مسؤوليتي.